لا حول ولا قوة إلا بالله. يريد أجري يا يريد أجري. طيب يا جماعة والله العظيم ممكن يعصر نفسي. روق كده بص أنا مش حبل نفخة. يا راجل ده أول مرة أشوفك كده يا راجل. حلو قوي. بيج رامي تشامبيون إيه اللي حصل؟ يا باشا أنا في الحاجات دي أضعف ما يمكن يا عم. أنت بتهزر. أيوه بيج رامي يا عم ده أولمبيا. لا بس دي حاجة بعيد عن ده. حاجة صعبة. لا افتكرت مين اول ما حصل الموضوع ده؟ اول حد فكرت فيه مين؟ لا انا بس عشان الاولاد اللي في البيت دول يا عيني. حرام عليك. سقفه جامده يا جماعه. بيج رامي يا جماعه مبدئيا كده والله يا شباب انتوا بتتعبوا. لا لا انا تعبت بصراحه. تعبت والله سامحني. انت ليه رفضت تلبس الباروكه مبدئيا؟ اقسم بالله لو شفت انا كان منظري ازاي. الحمد لله ما كانش في كاميرا جوه عشان ايه يا عم ده انت عارف المرايه دي كلها سبع كاميرات عادي. يا نهار يا نهار. انا عايز انصحك نصيحه من اخ صغير. اتفضل. لو بتفكر في موضوع التمثيل ده اوعك. انسى. اه لا خالص انسى بجد لان في تستيل حاجه. بص حاجه زي ازاي. لا 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 اقسم بالله جريمه. خليك في الكاميرا. ايوه يا باشا. طب ايه اصعب لحظه مرت بيك في التجربه ايه؟ لا الراجل اللي كان بيسوق بينا راح فين؟ اه لا في الاول. اه دي حاجه صعبه. آه. طب احنا دلوقتي الرجاله دي كلها نفسها في حاجه واحده. آه عايزين نشوف كده حاجه. يا نهار ايه والنبي تعدمني. استنوني في برنامج رامز موفي ستار على ام بي سي. الله اكبر. سقفه جامده يا جماعه.